مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في برنامج بيت للكل. تحية سلام ومحبة نرسلها لكافة إخواننا في الوطن العربي، وتحية إجلال وإكبار وتقدير للأهل في فلسطين المحتلة. عندما نقول فلسطين، فلسطين بالنسبة لنا ليست أرض محتلة فقط تنتهي القضية بوجود المحتل أو ذهابه. فلسطين بالنسبة لنا نتحدث عن عقيدة، فلسطين الراسخة هي الحق الذي لن ولم نتنازل عنه في يوم من الأيام. في بيت للكل ومنذ طوفان الأقصى، الشغل الشاغل والعمل في برنامج بيت للكل، في كل حلقة تناول القضية الفلسطينية، تناول ما يجري من جرائم وإبادة جماعية على أرض غزة، حتى نقول للعالم أجمع أن الإعلام العربي والرواية العربية هي الرواية الصادقة دون زيف أو تكذيب، كما قامت به الرواية الإسرائيلية والغربية من تضليل وتزييف انكشف في النهاية. مساء الخير العزيزة لانا، أتفق معك فعلا، ولكن نحن نحاول حتى اليوم أن نفهم هذه العقلية الإسرائيلية التي تدير المشهد وتدير القضية على مدى سنوات طويلة. والسؤال الذي نتساءل به، هل تتغير هذه العقلية؟ هل هذه العقلية عندها أفكار؟ هل ترى يعني كل ما يحدث من أزمات، من مذابح، من تاريخ، من هزائم كثيرة وتحاول أن تغير؟ الإجابة الحقيقة لا نعرفها، لأنه لا نرى أي تغير. إذا عدنا إلى أوراق التاريخ فنجد بأن يتغير الأشخاص ولكن لا تتغير العقلية. فمن بن غوريون لنتنياهو نحن نرى نفس المشاهد، نحن نرى نفس الجرائم، نفس المذابح، لا نرى في القاموس الإسرائيلي أبدا كلمات اعتدنا نحن عليها: السلام، العدل، الإنسانية، الرحمة، أن نعترف بالآخر، أن نحن بعض الشيء حتى على الآخر، أن نرى الأطفال الذين هم يعني ورود، قد تكون فعلا هي ورود لكل مجتمع ولكل وطن، ولكن نرى الأطفال في عيون الإسرائيليين هم ليسوا ورود، ولكن هم من يحصدون المذابح والقنابل والقصف. العقلية الإسرائيلية الحقيقة نحاول أن نبحث الليلة الكثير في هذه العقلية. أهلا بكم. طبعا شافكي، هذا صحيح تماما. التقارير الواردة من قطاع غزة تقول بما لا يدع مجالا للشك إن جرائم حرب ارتكبت، وأن حجم الدمار والقتل وانتهاكات حقوق المدنيين الإنسانية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. وعندما نقول إننا سنحاول إظهار ما أمكننا مما أحدثته هذه الحرب من آثار نفسية، اجتماعية، اقتصادية، هذا ليقيننا الثابت بأن الخفايا كثيرة والحقيقة لا زالت غائبة، وبالتالي فإن حجم الجريمة يبدو مذهلا ومخيفا. لكن سينجلي غبار الحرب وسوف تتجلى الحقيقة حكما، ولن يطول الأمر كثيراً.